منتخب رائع ما كومام مهم طربوا باه هو كل شيء فهمشي فهاد الفوز يعني راه غادي يعطي حماس كبير وغادي نزيدوا قدام ان شاء الله وان شاء الله كنتمنوا يديو هاد الكاس ان شاء الله راه حيت هو من نصيبنا ان شاء الله هادشي اللي كنتمنى ديالك لعابه كاملين زوونين وبوفال تبارك الله عليه وكنشكر الجول وكاع اللعابه زوونين ان شاء الله وكنتمناو حقوا لينا الكاس ويجيبوا لينا فرحه للبلاد ان شاء الله. هذا المنتخب الوطني جيد اهدار الفرص هذا هو المشكل اهدار الفرص مشكل المنتخب الوطني لازم تدخل المدرب تدخل المدرب لازم يكون وان شاء الله يكون في قادم المباريات يكونوا احسن وتسجيل الاهداف الفعاليه تكون امام المرمى. رجل المباراة هو سفيان بوفال كيف ما قلت لك سفيان بوفال هو كيعطي تمريرات حاسمة وباساج ممتاز لاعب متحرك نتمنوا ليه التوفيق في قادم المباريات هو قادر بالتشكيلة اللي عنده بالفعالية اللي عنده بالعزيمة والإرادة اللي عند المنتخب قادر أنه يدي كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون. رسالة للاعبين هو أنه يكونوا رجال ويتقاتلوا ويعرقوا مزيان في وسط التيران ويكونوا رجال ويكون واحد الانسجام ما بيناتهم وان شاء الله غيكون تفوق في قادم المباريات ان شاء الله. بصراحه الاداء ديال المنتخب الوطني المغربي كان اليوم يعني ظهر بواحد الوجه مغاير على المقابله الاولى اللي جمعته ضد منتخب غانا لان هذا الشيء كنا كننتظروه وكان كينتظروا الجمهور الكريم لان كما سبق وصرح الناخب الوطني بان الخصم المقابله تعتبر بمثابه فخ. وهذا الشيء اللي حدث يعني لولا التجربه ديال العناصر الوطنيه والحنكه ديال الناخب الوطني يعني كنا نطيحوا في ذاك الفخ اللي صرح به الناخب الوطني ولكن بالرغم من النتيجه اللي هي 2-0 كيف ما شفتوا ضاعوا واحد الاهداف كثيره اللي ضاعوا لنا ولكن الحمد لله العناصر الوطنيه بحكم الخبره ديالها والتجربه ديالها استطاعت باش تاخذ ثلاثة النقاط ولهذا كنتمناو بأن في المقابلة الثالثة القادمة إن شاء الله ضد منتخب الكابون باش نحصلوا على واحد النتيجة إيجابية ونمروا للدور الثاني بواحد بواحد 9 نقاط إن شاء الله. واش نظرك المنتخب المغربي غيقدر يفوز بكأس أمم إفريقيا؟ ممكن علاش لا لان المنتخب الوطني يعني ما نساوش بان سبق المنتخب الوطني في العرس الافريقي وصل لعده نهايات يعني ولولا يعني لولا يعني اخطاء بسيطه كيف لتنا اللقب بين يدينا بصراحه ما نكذبوش بان يعني كنعرفوا المنتخب الوطني والعناصر ديالو كيدخلوا بواحد القتاليه وكيوصلوا يعني ممكن بان المنتخب الوطني يلعب النهايه أو لا ياخذ العرس الافريقي باش نكونوا واضحين. خويا صراحه الاداء ديال المنتخب المغربي اليوم كان اداء اللي ناقص بزاف بالنسبه لي انايا الطريقه باش تعودنا ديال المنتخب شحال هادي ماشي هي الطريقه باش كنشوفوا دابا حيتاش نقدر نقول لك بهاد اللعبه هذا نقدر نقول لك ناخذ نجيبوا الكاس نديو غنديو اللقب ولكن حنا ما كيهمناش اللقب قد ما كتهمنا ديك الفرجه حنا جايين داخلين القهوه مثلا وجايين مثلا انا جاي من حي ولي رشيد باش نتفرج منتخب مغربي هنايا في المدينه جاي باش نتفرج في كرة القدم ماشي باش نتفرج في هاد اللعبة اللي داروا دابا ما كيهمش النتيجة النتيجة راه نقدر نقول لك إلا ربحتي وما لعبتيش كورة راه ما تسماش تسمى بحال ما لعبش بحال ما درتش والو فهمتيني وصراحة جا خويا أداء كان ماشي في المستوى واش ما كانش روح القتالية يمكن نشوفوا شي لعاب قلال اللي كانوا دايرين روح القتالية بحال مثلا الكعبي زق لنا 3 ديال البيوتا اللي نقدروا نكونوا بسبب ذوك 3 البيوتا خارجين ضاربين هذا الفريق هذا ضاربينه بواحد 5-0 تقريبا بحال هكا حيت الفريق اللي كنا لاعبين ضده حتى هو ناقص المنتخب كنا لاعبين ضده ناقص بزاف وخويا بالنسبه لي انا الاداء كان طايح بزاف. صوتك مالو مشى؟ خويا العصاب هذا الشيء اللي كنربحوا معاهم كنبقاو نتعصبوا كنجيو كنتعصبوا كنمشيو كنحضروا راسنا وجايين كنجيو بحال هكا كضربنا فهمتش كضربنا النفس على الفريق المنتخب الوطني فهمتيني كضربنا النفس على المنتخب الوطني وحنا راه غنشجعوا حتى الاخر وحنا راه معاه فين ما كاين يطور لينا من الاداء ديالو شويه وصافي وهذا هو خويا. شي رساله للاعبين؟ الرساله للاعبين اخويا اللي غنقول لهم الله يهديكم علينا كيف ما كتشوفوا صوتنا راه فاحح معاكم دخلوا التيران ما طالبينش منهم شي حاجه اللي كثيره انه ما يتقاتلوا ونتفرجوا في كره القدم وصافي هادشي اللي كاين اخويا. اخويا الاداء ديال المنتخب المغربي يعني ناقص اليوم بشكل عام يعني ناقص بزاف والتشكيله يعني ما تبدل فيها والو يعني بحال التشكيله ديال الماتش اللي فات تبدل لاعب واحد اللي هو ايوب كعبي هو اللي تبدل وهذاك ماشي عطى شي جديد يعني عطى غير واحد الخساره للمنتخب يعني 3 البيوتا ولا 4 اللي زق لينا قدام بوطو كان كيف قال داري خاصنا نخرجوا بنا واحد النتيجه اللي كبيره مع احتراماتي للمنتخب ديال جزر القمر.
واش كتشوف يعني بلي بهاد اللعبه ولا بهاد الفريق هذا ممكن يديو الكاس؟ اش نقول كاين بهاد اللعبه هذا اللي كيديروا راه مستحيل يعني يديو الكاس، يعني مستحيل حيت الا طاحوا ضد انديه ضد منتخبات بحال الجزائر ولا السنغال يعني راه ما غادي يدير والو حيت عندهم هما لاعبين يعني في مستوى عالي، حنا عندنا لاعبين عندهم كفاءات ولكن ما كيلعبوش كره بهذا المعنى. كيخافوا؟ ما عرفش السبب، اش ما عرفنا السبب والله. رساله للاعبين. خويا كنقول لهم يعني غيتقاتلوا معنا حيت كاينين لاعبين عندهم روح قتاليه. اشرف حكيمي تبارك الله يعني قصر في هذا الماتش اللي فات، قصر في هذا الماتش ايوب بكعبي هو اللي يعني دار ما دارش بون ماتش وصافي اون جينيرال ما دارش بون ماتش. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.